قلت لقينا كذلك الحراك ديال فيقيق، هذا الحراك الراقي ديال الناس ديال فيقيق برجالها ونسائها واللي داروا مسيرات حضاريه، وكيقولوا حنا كنرفضوا بان الشركات الجهويه المتعدده التخصصات هي اللي تدبر لنا الماء. حنا عندنا تدبير تاريخي في هذه المنطقه التاريخيه العزيزه علينا اللي قاومت الاستعمار العثماني وقاومت، وهي اليوم امام الغطرسه ديال الجيران اللي قدموا جهات من هذه الجهه، واللي خصها نلقاو الحل في اطار ماشي نديروا الحرب، في اطار تكامل بين المغرب والجزائر وتونس والبني والمغرب الكبير اللي غادي يشمل حتى ليبيا وموريتانيا، باش تكون حنا عندنا فرصه ديال التقدم، ما نسمعوش لطبول الحرب التي يحركها الغرب باش يغرقنا حنا في الدماء ديال الاخوه الاعداء. حنا شعب واحد. بهذه المناسبه منطقه فيقيق خصها تكون هي السباقه وهذا الشرق كله للتنميه، باش نبينوا كيفاش حنا كمغاربه كنهتموا بالاطر ديالنا وكنهتموا بالخيرات ديالنا وكنطوروا نماذج تنمويه في هذه الجهات. وجينا والتقينا بالناس ديال الحراك ديال فيقيق وبلغوا لنا الملف ديالو اللي بالمناسبه حنا كنا متابعينه وتنأيدهم، لان تدبير الواحات تدبير خاص، هذا ماء اللي عرفت الساكنه تدبروا منذ سنين، ما يمكنش اننا نقوموا بالتسليع ديال الماء ونخليو الخواص يطلعوا الفاتوره ديال الماء والفاتوره ديال العداد والناس فقراء. مازال ما خرجناش من الامكانيه ديال التوزيع العادل ديال الثروه وبناء التنميه، واللي كتشوف هذه المنطقه واحد الاغلبيه ساحقه ديال وليداتها وبناتها تيهاجروا للخارج لان ما لقاوش هنا فرص ديال الشغل وفرص ديال التنميه.